مشاهديكم، عزتي موضوع التقرير أنا اطلع عليه يتعلق حول انتهاكات، وأكثر الانتهاكات اللي وردت فيه هي بحق الأطفال. طبعا هذا الشيء مخالف للحقيقة تماما، والسبب لأنه مرارا الإدارة الذاتية وجه أكثر من نداء للمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية تجاه هؤلاء الأطفال اللي يربوا ضمن المخيم. كلنا يعلم بؤرة حقيقية للدولة الإسلامية داعش، فالأطفال الموجودين ضمن المخيم يتربون وتتلمذون على أفكار داعش بمتيس. عدل هؤلاء الأطفال يبلغون مرحلة ما فوق 13 أو 14 عاما عن أمهم، والذهاب بهم أو رحلهم إلى أماكن إعادة تأهيل وتدريب، وهذه الحقيقة أتوقع العالم كله يعلمها. ورد في التقرير أنه أكثر الأشخاص اللي يتعرضون لدهس بالسيارات أو حوادث سير أو السقوط في المجاري الصحية، وهذا الشيء منافي للحقيقة، لأن أنا بأم عيني زرت المخيم وطلعت على أوضاع المخيم. حتى لا يوجد سيارة، من أين أتت السيارات داخل المخيم حتى يموت أطفال بحوادث سير؟ هناك عدد من السيارات اللي تنقل صهاريج ماء أو مازوت للتدفئة فقط لا غير، غير، وهذا المعدودة، وحتى دخول المخيم بساعات محدودة. يعني من أين أتت هذه؟ الشيء الآخر، داخل المخيم لا يوجد أي مجاري صحية مكشوفة على الإطلاق نهائيا، يعني فأين سقط هؤلاء الأطفال؟ هذا الشيء الآخر يتطلب الحقائق، هذه حقائق دولية لا يجوز التحدث عنها بشكل جزافي، يجب على هذه المنظمات الدولية أن تزور المخيم وتلتقي بأشخاص من داخل المخيم، والاطلاع والتوثيق تقريرها بالصور وحقائق، وليس بشكل جزافي فقط على سماع أقوال أشخاص خارج المخيم. طيب سيد عواس، يعني بالنقطة اللي حضرتك حكيت عنها موضوع أطفال داعش، يعني حتى هذه النقطة التي ذكرها التقرير كان يعني مثار للتساؤلات عديدة. يعني المنظمة تعلم أن هناك أطفال يتلقون الفكر الإرهابي داخل المخيم من قبل أمهاتهم، وآخر حملة لقوات سوريا الديمقراطية قد يعني كشفت العديد من المخابئ. ويعني هذه النقطة، يعني المنظمة تعلم أن أي نقطة لفصل بين الأطفال والأمهات هي بغرض حماية هؤلاء الأطفال، وبغرض يعني قطع الطريق على نشوء جيل إرهابي جديد. يعني هذا الموضوع يثير التساؤلات حول غاية المنظمة وأسباب التركيز على هذه النقطة. نحن ضمن الإدارة الذاتية، لا أتوقع الإدارة الذاتية توجه الاتهام لهذه المنظمة، ولكن هذا التقرير يجانب الصواب والحقيقة. والسبب طبعا المخيم وهذه المنظمة كانت تخطئ ضمن المخيم، ووثقت هذا التقرير بالحقائق والصور واللقاءات مع الأشخاص الموجودين ضمن المخيم، أو الحصول على هذه المعلومات من خارج نطاق المخيم مع نص موالي لداعش، وأشخاص أتوقع أن ينظرون إلى هذه المخيمات عبارة عن سجون، يعني هم ضد هذا الشيء، وحقهم أن يطلقون التصريحات على عواهنها بدون حقائق يعني. ولكن كمنظمة دولية محترمة يجب أن توثق هذا الشيء بالصور والحقائق. الشيء الآخر، موضوع الأطفال، عزيزتي أنا زرت المخيم ورأيت بيوم عيني أطفال عمرهم 3 سنوات و4 سنوات، وجدت سؤال من المخيم أجابوني بزواج تتم داخل المخيم، فهذه عمليات الزواج اللي تتم داخل المخيم أكيد ينتج عنها ولاد أطفال، وهؤلاء أطفال يكون أفكار داعش بامتياز. فأين مسؤولية العالم اتجاه هذا الشيء؟ هل على أثر هذا التقرير، هل
أحد المنظمات الدولية أو المجتمع الدولي بادر لتقديم المساعدة أو حل هذه المشكلة ضمن الإدارة الذاتية اللي هي المشرف الوحيد على هذه المخيمات؟ هل قدم العون؟ هل بحث عن الحل؟ من المؤسف لا، حتى الآن لا يوجد أي شيء، نعم. ولم تتلقى الإدارة الذاتية أي عون أو نداء من أحد. طيب سيد عواس، يعني هل يمكن للإدارة الذاتية لإقليم شمال شرق سوريا الاعتماد والبناء على هذا التقرير الذي صدر من المنظمة والمطالبة بدافع أكبر وأقوى للمجتمع الدولي بحل هذه المعضلة التي هي جزء كبير من الحل يقع في المجتمع الدولي، على عاتق المجتمع الدولي؟ الإدارة الذاتية أتوقع من سنوات، من أكثر من 4 أو 5 سنوات، توجه نداء عاجل وطالبت منظمة المجتمع الدولي والمجتمع الدولي والأمم المتحدة واليونسكو واليونسيف، كل وجهات غير معدودة وغير مقدورة لجميع المنظمات الدولية، والمجتمع الدولي بيتحمل مسؤولياتهم، خاصة الدول التي لها رعاية ضمن هذه المخيمات أن تلتزم بمهامها ومسؤوليتها تجاه رعاياها الموجودين ضمن هذا المخيم. وحتى الآن الإدارة الذاتية لم تتلقى أي جواب أو أي مساهمة من الدول نعم. اللي لها رعاية ضمن هذا المخيم. نحن حسب معلوماتي يمكن ما يقارب 24 ل 30 جنسية مختلفة ضمن هذا المخيم، وهي كلها تابعة لدول موزعة بالعالم. أين هذه الدول؟ أين مسؤوليتها اتجاه رعاياها اللي موجودين ضمن هذا المخيم؟ لم نعم. تتلقى الإدارة الذاتية أي شيء. طيب. نعم، من شمال شرق سوريا عواس علي خليل محامي، شكرا جزيلا لك.